بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب. محاضرتنا لهذا اليوم اللي هو الديكودر. الديكودر هو حقيقة عبارة عن محول، يعني يحول إعادة فك شفرة حقيقة. ودائما هذا البارت اللي هو الديكودر يكون موجود، هو واحد من الكومبينيشن لوجيك سيركت، طبعا دائما يكون موجود في الجزء الريسيفر، في الجزء المستلم بالنسبة لمنظومة الاتصالات. وأكو إلى أيضا عدة تطبيقات ممكن يستخدم بالميموري بيجينج، عملية تصفح بالذاكرة. إذا عندك مجموعة يعني فد سايز معين واضطريت تستخدم أجزاء مصغرة لتكوين هذا الجزء الكبير اللي هو من الذاكرة، فحتى تتصفح بين هاي الذاكرات المختلفة وحدات الصغيرة عن طريق الادريس لاين. طبعا راح نستخدم الديكودر كواحد من التطبيقات حتى نتصفح لمواقع مختلفة من الذاكرات، حتى نكافئ أو نستغني عن ذاكرة كبيرة يجوز ما تكون متوفرة بذلك الوقت. فبداية مثل ما قلت لكم، الديكودر هو عبارة عن كومبينيشن لوجيك سيركت، دائرة تراكبية تستخدم تسوي كونفرت، عملية تحويل لمعلومات مشفرة بصيغة معينة ولتكن مثلا باينري إلى صيغة معروفة أو استدلال معين بصيغة الديسمال. فبداية الديكودرات أنواع، واحدة من الأنواع اللي راح أذكرها هسه قدامكم اليوم راح نتطرق لها بجزء مالتنا الأول طبعا. فالديكودرز مجموعة أنواع، نوع من الأنواع اللي هو الباينري ديكودر، اللي هو الباينري ديكودر. النوع الآخر مثلا اللي هو البي سي دي ديكودر، بي سي دي نوع آخر هذا من أنواع الديكودرز. والنوع الآخر أيضا اللي هو متعارف عليه أيضا اللي هو بي سي دي تو سيفن سيجمنت ديكودر، هذا بي سي دي ديكودر وهذا باينري ديكودر. مجموعة أنواع طبعا، أكو هيكسا ديكودر إلى آخره. فمجموعة ديكودرات محاضرتنا لهذا اليوم، أنا حتطرق حقيقة إلى الباينري ديكودر، راح أتطرق لهذا النوع اللي هو الباينري ديكودر بتفاصيله. فالباينري ديكودر أنواع، مثال نوع طبعا ركز على الباينري ديكودر. الباينري ديكودر مثال عليه مثلا الديكودر هذا اللي قدامكم، هذا يسموه 2 في 4 مثلا ديكودر. ليش 2 في 4؟ اللي تكون مداخله عبارة عن لاينين، مخارجة عبارة عن 4. فكرة الباينر ديكودر اللي هو 2 في 4 ديكودر، المداخل مالته تكون صيغتها من اسمها 2 في 4 مداخل 2 مخارجة 4، ومن النوع اللي يكون باينري. باينري يعني مداخله اللي تكون باينري، يعني مثلا لو نقول هنا هذا A وهذا B، مخارجة راح تكون مثلا دي ديسمول 0 ديسمول 1 ديسمول 2 ديسمول 3. بمعنى انه المداخل اللي هي تكون باينري لو كانت مثلا على سبيل المثال 0 0، يعني الكود تجيني مشفرة بصيغة باينري. اذا اجاني 0 0 القراءة مالته ديسمول، السورس مالته كديسمول، كديسمول 0 0 كديسمول هو دي 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 0 يعني 0 ديسمول. معناها ياهم عندني اللاينات راح يأشر عندي، راح يأشر عندي اللاين، هذا اللاين راح يأشر لوجيك 1، يعني دليل انه اجاني 0 0 اللي هو الديسمال مالته 0، وبالتالي حيأشر هذا واحد ودول ايش بيهم؟ دول حيأشرون 0. وهكذا هي فلسفه الباينري 2 في 4 ديكودر. كجدول احتمالات وفقا لهاي المواصفات اللي حكيتها، لو كان مداخلك اي وبي، ما خارجه راح تكون رموز مثلا دي 0 دي 1 دي 2 دي 3. وفقا لهاي الاليه اللي حكيتها اني، إذا إجاني 0 0 أو 1 0 أو 0 1 أو 1 1، لأن أربع احتمالات لما داخل 2. فلو إجاني باينري 0 0 من راح يأشر ذاك الوقت؟ راح يأشر عندي الدي 0، يعني كأنه هذا 1 ودول أصفار. فدائما باللحظة الوحدة واحد من عندهم يكون متفعل، لأن الرقم راح يجيني اللي هو 0 0 باينري أصلا 0 ديسمال، وبالتالي حيأشر دي 0، حيأشر عندي يعني إنديكيشن أنه هذا أصلا 0 ديسمال. لو إجاني 1 0 راح يأشر هذا والواحد، دولة يكونون صفار. لو اجاني 0 1 اللي هو رقم 2 حيأشر دي 2، دولة حيكونون صفار. لو اجاني 1 1 حيأشر دي 3، ودولة ايش بيهم؟ دولة حيكونون اصفار.
هذا هو جدول الاحتمالات بناء على فكرة الديكودر، مداخله مخارجه، طلعنا العلاقة كتروث تيبل، كتروث تيبل، ونقدر نطلع المعادلات. معادلات ما يحتاج لها كارنا، قلنا ما دايركت ممكن نقراها مباشر. فكم دالة عندك 1 2 3 4 بالاوتبوت، يعني كل واحدة من ذني لها معادلات لا نحتاجها كارنا ولا تعقيد. وبالتالي هسه لما نقول معادلة الدي 0 مباشرة من اسمها دي 0 راح نباع معادلتها نلقاها واحد، يعني اي داش بي داش، اي داش بي داش. معادلة الدي 1 اي داش بي، معادلة الدي 2 اي بي داش او بي كومبلمنت، معادلة الدي 3 يساوي اثنيناتهم بدون، يعني مو صفار، اثنيناتهم وحدات، يعني معناه اي بي. حتى رسمين يكون رسم مباشر وما بي اي تعقيد، وحتى الرسم موجود بالمحاضرات بشكل سلس وبسيط، سلس وبسيط. هذا بالنسبة لبلوكه جدول الاحتمالات، معادلاتها بالنسبة للديكودر 2 في 4. نفس الآلية، نفس الآلية شباب، طبعا للعلم بدنا نحكي باينري ديكودر، بدنا نحكي باينري ديكودر. نفس الآلية لو كان عندي، لو لاحظكوا علاقة انه اذا عندك مدخلين راح يكونون عندك 4. ليش؟ لان دول المدخلين كفيلين انه احتمالاتهم 4، وبالتالي يأشرون دول 4 مرات، يعني عندك 4 اوتبوت، يعني العلاقة 2 اوس، يعني كأنه جدول الاحتمالات. يعني لو كان مداخلك 3، 2 اس 3 8، راح يصير 3 في 8. لو كان عندي مداخل 4 راح يكون 4 في 16. لو كان عندي مداخلي 5 راح يكون 5 في 32. هذا بالنسبة للديكودر الكلاسيك اللي هو الباينري ديكودر شباب، باينري ديكودر. نفس هذا الديكودر، نفس هذا الديكودر طلاب، بس للتوضيح حتى من خلال 2 في 4 ديكودر نعمم القاعدة، حتى من خلال هذا النوع نعمم القاعدة. سواء كان 2 في 4 او 3 في 8 او 4 في 16 او 5 في 32 هي الفكره واحده، يعني ما بي فد تفصيل اضافي. ولكن اكو بعض الاحيان، بعض الاحيان اللي هي مثل ما قلت لكم بالذاكره ممكن يستخدم، بعض الاحيان اكو فد مدخل اضافي، مدخل اضافي هنا راح يكون موجود. هذا المدخل يسموه اي، هذا المدخل يسموه اي اللي هو الانيبل، يسموه الانيبل من اسمه، انيبل، انيبل انبوت، يعني إنيبل يعني تمكين أو يمكن، يعني هذا المدخل الإضافي طلاب، هذا المدخل يعتبر مدخل من المداخل الإضافية وإلى الأولوية. يعني كديكودر إذا جاني بي مدخل إضافي اللي هو الإي إنيبل، هذا المدخل إلى الأولوية قبل مناقشة الدائرة بشكل عام أو قبل مناقشة المداخل. يعني إحنا لما قلنا صفر صفر هذا يأشر واحد، هذا أصلاً النقاش ما أناقشه ولا الجدول أباو عليه إذا ما يكون هذا الإنيبل أشوفه شغل الديكودر أو ما شغله. الإنيبل هذا اللي هو المدخل الإضافي شباب، هذا المدخل الإضافي اللي هو الإنيبل، ممكن يكون، ممكن يكون يعني بهالطريقة، يعني بدون فقاعة، يعني بدون بابل، أو ممكن يكون ببابل، يعني ممكن تكون أكونانة بابل. الاختلاف شنو؟ إنه هذا الإنيبل إذا كان بدون بابل، يعني بالحالة اللي قبلها، يعني معناه إذا إجا واحد رح يشغل الديكودر، وإذا بفقاعة معناها رح يشغل الديكودر متى ما إجا منها صفر، حتى ينعكس ويشتغل يصير واحد ويشغل. بمعنى، بمعنى إنه هذا الديكودر على هالوضعية، على هالوضعية يسموه 2 في 4 باينري ديكودر with activated low enable. يعني شنو activated low enable؟ معناه دي يقول لك انه دي يعطيك فد هنت انه ترى الانيبل اللي دي يجي عليه activated low، يعني فعله ويشغله باللو، يعني بالصفر، معناه ترى بيه فقاعه، معناه ابو البابل، فهذا الشكل ترى ما يشتغل اذا ما يجي منها صفر. يعني اذا ما تجي منها اشاره قيمتها صفر، يعني صفر فولت، ترى هذا ما يشتغل، يعني الانيبل ما يؤدي عمل، الديكودر ما يؤدي عمل اللي حكينا هنا قبل شوي. يعني هذا العمل كله متى ما هذا الانيبل اجى صفر على هالرسم هذا. واذا كان بدون فقاعه معناه ترى هذا ما راح يشتغل اذا ما يجي هذا شنو، اذا ما يجي لوجيك 1، يعني اذا ما يجي لوجيك 1 هنا، اذا ما يجي واحد ما راح يشغل الديكودر بالجدول مالته بالطريقه التاليه. فنقدر نعيد، نقدر نعيد، نعيد الديكودر وجدوله بأخذ فد ترتيب آخر، ترتيب آخر بوجود الإنيابل. راح نعيد الفلسفة كلها بوجود الإنيابل، راح نعيد الفلسفة كلها بوجود الإنيابل مثل ما موجود عندكم بالمحاضرات. خلنا نأخذ اللي موجود عندكم بالمحاضرات،
يعني واحد من الأمثلة اللي هو هذا، اللي هو هذا شباب، يعني إذا تلاحظون هسه قدامكم هذا الانيبل، هذا الديكودر، هذا باينري ديكودر كلاسيك 2 في 4 ديكودر، وال وذ وذ اكتيفيتد لو انيبل، يعني هذا الانيبل مالته لو تشوفون بفقاعه معناه دا يقول الديكودر ما تشتغل اذا ما يجي هنا صفر. وكو ملاحظه لو اخذن بالرسم اذا تشوفوها هنا الاوتبوت، طبعا هو السؤال هيك يعني مو يعني حسب السؤال، السؤال هنا حاطين بيه الاوتبوت مال الديكودر قبل كل واحد بابل، معناها نفس الجدول القديم بس ينعكس، يعني اذا اجى هنا صفر، اذا اجى هنا خلينا نقول اذا اجى واحد وهذا الانيبل اذا جاء واحد وعلى الوضعيه ترى هذا ما راح يشتغل الديكودر. زين الديكودر اذا ما اشتغل معناها شنو؟ اذا ما اشتغل معناها اذا ما اشتغل اصلا ما ناقشه، لان كلهم اصفار هنا الاوتبوت مالته. زين اذا اصفار وانا حاط بابل يعني صار كلهم وحدات، لذلك اتبعون الجدول كتوضيح. دا اقول اذا الانيبل واحد، على هالرسم داك، اذا الانيبل واحد فالاي ويل بي بغض النظر عن قيمهن، لما اقول حط دونت كير يعني دا اقول لك ايش ما يجن خليه يجن، ترى هذني هنا يطلعن اصفار عكسهن يطلعن وحدات على الرسم داك. ولو لاحظ هنا بالحالات الاخرى لو يجي الانيبل زيرو، معناها راح يبدي يشتغل الديكودر، نبدي نناقش حاله حاله. اذا اجى صفر صفر منو راح يشتغل؟ الدي زيرو، يصير واحد وبقيه اصفار ينعكسن، يعني حيصير الصفر وبقيه وحدات، وهكذا. انا هنا قدامكم هسه على السبوره راح اخذ ديكودر اضافي غير هذا الموجود هنا قدامكم بالملزمه حتى تكون الفائده اكبر. فقدامكم راح اخذ حاله اخرى لديكودر اخر، مثلا ديكودر 2 في 4 باينري ديكودر مداخله اي يو بي والمخارج مالتي نفسهن، يعني خلينا نقول دي صفر دي واحد دي 2 دي 3. انا لما اقول دي يعني اذكرك بالديسمال، وهنا اكو فد لاين اسمه انيبل لاين، هنا بدينا طبعا يخلوه منا نفس الشيء، يعني مو فد مشكله، بس شنو بي بابل، هذا انيبل. هذا شنو معناه؟ هذا لما تشوفون انيبل بهالطريقه هاي معناه هذا الديكودر مالتنا ما راح يشتغل اذا ما يجي هنا صفر، هاي القاعده بشكل عام. خلينا نناقش الجدول بشكل عام. نقول اكو عندي انيبل ونقول عندي اي وبي، ورد ناقش الجدول نادي صفر دي 1 دي 2 دي 3. نشوف شنو الفرق عن المناقشه السابقه. ها شباب، الانيبل لو اجاني على هالوضعيه، واجاني خلينا نسوي بلون اخضر حتى نميزه. لو الانيبل اجى قيمته على هالوضعيه واجاني واحد، طبعا نقول اجاني واحد يعني اقصد هنا طب واحد منا، لما اذا اجى واحد هذا راح يشتغل الديكودر؟ لا ما يشتغل. زين اذا الديكودر ما اشتغل؟ ديكودر وما اشتغل، يعني شو معناه؟ معناته هذول هنا صفر 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 صفر. طبعا لما يجي واحد بغض النظر عن الاي والبي، يعني صفر صفر واحد صفر صفر واحد واحد واحد، اذا كان حطيت دونت كير يعني مال كندا ناقش اربع حالات، ما دام هذا واحد ذول بعد ما يهموني، راسا اقول ذول كلهم صفار. هاي ملاحظه يعني اريدك تنتبه عليها. بعدها لو اجى الانيبل قيمته زيرو راح يبدي هسه يشتغل، لما يجي انيبل صفر معناه هذا الديكودر راح يبدي يؤدي عمله وكانه اعتبره صار كلش ماكو، يعني الديكودر راح يشتغل طبيعي. هالمره مهمه الاي والبي، اذا جتني اي وبي صفر صفر، لما يجي اي وبي صفر صفر شو يصير؟ اذا جاني صفر صفر معناه دي صفر راح ياشر، هذا اول واحد راح ياشر واحد والبقيه اصفار، مثل ما شرحنا بالسلايد اللي قبله، يعني قبل شويه بالسبوره. زين حال اللوخ لما هم يجي الانيبل صفر هم راح يشتغل، بس الاي والبي اجى صفر واحد، يعني الاي والبي واحد صفر، من راح يشتغل؟ ديوان والبقيه صفار. زين الانيبل صفر بس هالمره هيج، الانيبل صفر هالمره هيج، تلاحظوني يعني دا اناقش الديكودر اللي حكيناه بالسلايد اللي قبل هذا اللي هو اربع حالات، دا اناقش متى ما الانيبل جا صفر يعني شغل الديكودر، ونناقش نقاش اعتيادي مال قبل شويه، اذا جا صفر صفر هذا واحد، اذا جا واحد صفر هذا واحد، اذا جا صفر واحد هالمره هذا واحد وذولا اصفار، اذا جا واحد واحد هذا يشتغل وذولا اصفار. كمعادلات طلاب على هالوضعيه، اذا نريد نستنتج المعادلات ماكو داعي حتى كارنوف ولا كل شيء، المعادله تقدر تطلعها بطريقه سهله جدا، انتبه عليها، شلون راح اكتشف المعادله مباشره من الجدول؟ شلون راح اكتشف المعادله؟ بالنسبه للدي صفر دي زيرو شو تساوي؟
شو وقت يعني شو وقت تشتغل متى ما الانيبل كان صفر يعني اي داش سهله 1 0 0 0 شو تسوي سوي اي داش اي داش بي داش اي داش بي داش الديوان شو تساوي الديوان شو تساوي الديوان الديوان تساوي اي داش يعني ايضا الانيبل اي داش منو اي داش بي اي داش بي الدي تو شو تساوي تساوي انيبل داش هالمره شنو اي بي داش اي بي داش الدي تو شو تساوي الدي تو الدي ثري دي ثري تساوي هالمره اي داش اي بي اي داش اي داش اي بي هاي معادلات الاربعه هي معادلات الديكودر الاوتبوت الدي زيرو والدي وان والدي تو والدي ثري في حاله وجود مدخل اضافي اللي هو الانيبل ارجع واقول الانيبل له فائده كلش مهمه خصوصا من الريد مثلا نبني ديكودر 3 في 8 باستخدام ديكودر 2 في 4 هاي واحده من تطبيقات الانيبل هسه راح نوضح بال بعد هذا شلون راح نستفاد شلون نبني ديكودر اكبر باستخدام ديكودر صغير حجم اقل من خلال مثال موجود عندكم بالملزمة طلاب هذا المثال ديزاين 4 في 16 ديكودر يعني سوي لي ديكودر 4 في 16 4 في 16 يعني يريد ديكودر 4 في 16 نسوي له كحصيلة نهائية يعني ب 16 مخرج من الصفر لل 15 والمداخل لازم يكونون 4 بس الوسيلة شنو هي الوسيلة المتوفرة تحت اليد هي 3 في 8 ديكودرز with enable يعني عنده ديكودرات 3 في 8 ويقول لك استخدمهم بطريقه مرعم به الانيبل واستخدمهم بطريقه بحيث تؤدي لي المهام. هيك سؤال طلاب هيك سؤال حاله حال الذاكره. هاي يعني هذا الموضوع يعني ان شاء الله راح تشوفوه بالمستقبل بالشبكات ومواضيع حاسبات راح تشوفون شو يعني مدى اهميته. الديكودر يعتبر يعني بارت كلش مهم بهالتطبيقات. ف حقيقه يعني راح اوضح لكم شلون راح ابني ديكودر يعني مثال اضافي للمثال الموجود بالملزمه لكن حقيقه مثال اخر يعني خلينا نقول مثلا هي نفس الفكره ديزاين 3 في 8 ديكودر with enable using يعني نريد نصمم 3 في 8 ديكودر يعني مخارجه 8 بس المتوفر تحت اليد 2 في 4 using 2 في 4 decoders with enables يعني ده يقول لك ترى عندك ديكورات بين enable اريد توفر لي الفكره مال 3 في 8 توفر لي الفكره مال 3 في 8 زين مبدئيا ما دام عندي 2 في 4 يعني عندي 2 في 4 ما دام من المخارج تقدر تعرف الجواب ما دام 2 في 4 يعني لازم نجيب 2 ابو 2 في 4 حتى يصيرون 4 ب 4 يكملوا لي ال 8 مالتي النهائيات لان دي 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 1 دي 2 دي 3 دي 4 دي 5 دي 6 دي 7 يعني ذني هن المخارجك ل 8 8 اوتبوتس ذني المخارج مالتك مال 3 في 8 اللي يريده هو فمن 3 في 8 وانت عندك 2 في 4 كشفت كم قطعه احتاج هاي اول نقطه بحل السؤال هاي خليها ببالك هو ايش يقول لك ده يقول لك وذ انيبل يعني هذا بي انيبل وهذا بي انيبل هذا انيبل خلينا نقول اي هذا انيبل اي اثنيناتهم بيهن يعني بيهن انيبل اثنيناتهم بيهن انيبل للريد نصممه طلاب اعلمكم طريقه الحل للريد نصممه نحط الجدول مالته يعني للريد نصممه نخلي الجدول مالته من اللي تريد تصممه انت اللي تريد تصممه مثلا اي بي سي اللي تريد تصممه هو اي بي سي 3 في 8 3 في 8 3 في 8 يعني من دي نوت دي 1 دي 2 دي 3 دي 4 دي 5 دي 6 دي 7 هذا اللي تريد تصممه انت هذا اللي تريد تصممه يعني اذا اجى 0 0 0 هذا واحد والبقيه شنو اصفار اذا اجى واحد وذول اصفار ذول شنو بس الديوان يأشر والبقيه اصفار اللي اردبني
اللي اريد اسوي فكرته احط جدوله، والوسيله خليت قدامي قطعتين، شلون راح اربط ذن اثنين واحده باللوخ؟ الجدول راح يكشف لك شلون تربط ذن اثنيناتهم، الجدول راح يكشف لك. فالجدول انا ثبتته قدامي هاي كمره، بس واحد مره يعني كبدايه، بعدين منه جاي تقوم انت تعرف الطريقه مال الحل مباشره. نان اثنين هاي اشر دي 2 والبقيه اصفار، واضح؟ من راح يأشر؟ راح يأشر دي 3 والبقيه اصفار. هسه شباب ركزوا وياي، بحالة الأربعة راح يأشر هذا والبقية صفار، بحالة الخمسة وعندك حالة الستة وعندك حالة السبعة. بالخمسة من يأشر؟ يأشر هذا والبقية صفار. بحالة الستة راح يأشر بس الدي 6 والبقية صفار. بحالة السبعة راح يأشر فقط منه؟ راح يأشر فقط عندك الدي 7 بس، هذا يأشر اخير واحد والبقيه ايضا اصفار. هسه لو تركز هنا بالجدول، لو تباعون طلاب بالجدول، راح نلاحظ ملاحظه جدا مهمه، راح نلاحظ ملاحظه جدا مهمه بالجدول. طبعا قاعده ثابته بالجدول، لو تباعون، لو تباعون هذا اول واحد ديكودر، اول ديكودر حتى الدي نوت يشتغل، بعدين دي 2 بعدين دي 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 1 دي 0 دي 1 دي ودي 2 ودي 3 يشتغلون، والبقيه دول كلهم اصفار. لو نلاحظ ايش وقت راح نلاحظ لما بي سي 00 10 0 1 1 1 وهذا دائما ايش بيه؟ راح تلاحظون هذا دائما، يعني هذا النص الاول، بس ركزوا لي على النص الاول، راح تلاحظوا لي هذا دائما ايش بيه؟ دائما صفر. يعني هذا الجروب الاول، الجروب الاول كفيل انه يشغل اول ديكودر، لان يعني احنا طريقه عمله شنو؟ اذا جه 00 هذا ياشر، 01 هذا ياشر، 10 هذا ياشر، 11 هذا ياشر، يعني كمل شغله كله. بأول جروب 00 10 0 1 1 1 راح يشتغل تماما، هذولاك البقية ايش بيهم؟ هذولاك البقية كلهم ايش بيهم؟ كلهم اصفار. هذا ايش وقت؟ لما يجي البي والسي هم اللي يتحكمون بالديكودر الاول، يعني هاي هنا العمل هذا كله مال منو؟ مال ديكودر 1. هذا الديكودر ال1، هذا الديكودر 2. ديكودر 1 ايش وقت يشتغل؟ يشتغل متى ما الاي يساوي صفر، الاي يساوي صفر. بينما الديكودر الثاني اللي راح يبدي عمله هم نفس الفكره، بالصفر صفر راح يشتغل دي 4 اول واحد، بالواحد صفر يشتغل هذا، بالصفر واحد يشتغل هذا المخرج، وبالواحد واحد يشتغل هذا المخرج، يعني هم يشتغل اربع مرات. لو لاحظن بهذا السيت اربع مرات، متى ما هالمره شنو؟ متى ما هذا الاي ايش بي؟ الاي واحد، يعني هذا الاي اذا صفر ديكودر الاول يشتغل، الاي اذا واحد ديكودر الثاني يشتغل. اذا من هاي الملاحظه ايش سوينا؟ اعتبرنا هذا اللاين اللي يجي هنا هو اي، يعني اللاين الانيبل اللي يشغل اول واحد هو اي، هو اي، يعني هذا اول واحد هو اي، نفسه يطب للديكودر الاول ويطب للديكودر الثاني كانيبل. بس وين المهمه لازم تنتبه عليها؟ لما اي صفر يلا يشتغل الاول، يعني الاي لازم هنا اطلع بالبابل، حتى اذا الاي اجى صفر هذا يشتغل ديكودر الاول، والثاني ايش بيه؟ شو وقت يشتغل؟ يشتغل من واحد، يعني هنا انا لازم بابل، هذا بدون بابل، حتى اذا اجى صفر اقول لهذا اشتغل هذا لا تشتغل، واذا اجى واحد اقول لهذا اشتغل وذاك لا تشتغل، حتى يطبق الجدول بشكل عام. يعني كانه اذا حقق 3 في 8 راح يصيرون المداخل مال الديكودرات من هنا البي والسي، حيصيرون هذا البي وهذا السي، نفس الفكره هذا بي وهذا السي، يعني البي والسي راح يصيرون مداخل الديكودرات، والاي راح يصير انيبل لكل ديكودر. فمداخلك الرئيسيه مال ككل ككل هو اي بي سي 3، مخارجك حيكونون 8، يعني انا بنيت 3 في 8 ديكودر، بس الوسيله منه 2 في 4 ديكودر. اعيد اعاده سريعه، لما يجيك سؤال ابني ديكودر يعني 3 في 8 من ديكودر 2 في 4، من هاي الرقم تعترف تحتاج 2، حط الديكودرين ابو 2 في 4 الصغار، تبقى مداخلك منو مال ذول 2 في 4 2 في 4 مداخلك ذول، والانيبل راح تكتشفه من الجدول. حط الجدول مال الشيء اللي تريده 3 في 8 وباوعه هنا، راح تباع هذا هذا دائما الموست، دائما الموست، راح تلاحظه ما اذا صفر
او اذا واحد راح يسوي سويتشنج بينات اثنيناتين، يعني بدي يقول لي هذا اشتغل اذا صفر ويقول لي هذا اشتغل اذا واحد، وبالتالي حستخدم انيبل بابل للفوق بدون بابل للجوا. هاي اول نقطه كلش مهمه. بقى والبي سي راح يصيرون هن مداخلك لكل ديكودر، يعني هذا حيكون الانيبل مال ديكودر اول وهذا الانيبل مال ديكودر الثاني، وراح يكونون دول هن الانبوت مال 2 في 4، يعني البي سي هي نفس هنا البي سي، بحيث لو ناخذ اي احتمال 1 1 1 لما نطبب 1 1 1 1 الاي اذا واحد هذا اشتغل هذا كله ما يشتغل، هذا اذا ما اشتغل ان اربع اصفار راحن، واذا البي والسي وحدات يجنب البي سي وحدات طبل هذا طبل هذا هنا اذا ضربن واحد واحد حيشتغل اخر واحد وبالتالي جواب صحيح. اذا ها صممت 3 في 8 باستخدام 2 في 4 ديكودر، نفس الفكره نفس الفكره مثل ما موجود بالملزمه 4 في 16. لو تباع ال 4 في 16 اول ما جبت حطيت الجدول مال 4 في 16 دبليو اكس واي زد والمخارج من الدي 0 للدي 15. ايش لاحظت؟ وجبت طبعا الوسيله 3 في 8، شوف 3 في 8 8 ب 8 16، مداخل 3 وهنا مداخل 3 هنا انيبل هنا انيبل. استنتجت من الجدول لو تشوفون الدبليو طالما الدبليو 0 اول واحد يشتغل ديكودر الاول، وطالما الدبليو 1 ديكودر ثاني راح يشتغل. اذا استغليت الدبليو حطيتها بابل نوت، هي نفس الشيء حط بابل الدبليو اذا 0 اشتغل اول واحد، الدبليو اذا 1 اشتغل ثاني واحد، اذا الدبليو عرفت شنو شغله. ايش بقى؟ بقى الاكس والواي والزد هن المداخل الثلاثه لهذا ولهذا، لان اذا دخلنا على هذا يشغلن 8 مرات، اذا اشتغلن على هذا يشغلن 8 مرات، وبالتالي راح يصمم 3 في 8 3 4 في 16 سوري باستخدام 3 في 8 جوا. نفس الفكره هنا استخدمت قطعتين 3 في 8 حتى ابني ابو 4 في 16، نفس الفكره هنا بالسبوره استخدمت 2 2 في 4 حتى اولد 3 في 8. الفكره انه لازم تعرف منو راح يشتغل كانيبل ومنو راح يدخل كمداخل لكل ديكودر. هاي فكرة الباينري ديكودر طلاب بدون انيبل وبوجود انيبل، وشون بنينا ديكودر ذو مخارج اكبر من ديكودرات ذو سايز اقل او ذو مخارج اقل. المحاضرة الجاية ان شاء الله نتطرق للانواع الاخرى من الديكودرز والانكودر، واتمنى تكون محاضرة يعني كافية ووافية. شكرا جزيلا.